هيدي زعيم يسأل العباد يسأل معناتها من حقه كصحفي صحفي يسأل جميع الأسئلة تسأل وهذه القاعدة اللي نعرفوها مع بعضنا نص الأولاني جميع الأسئلة تسأل والنص الثاني نتاع القاعدة شنو وجميع الأجوبة ممكنة هيدي زعيم مسكر حياته الخاصة ما يعرفها حد بما في ذلك الخبر اللي كان خرج وراج إنه هيدي زعيم متزوج سرا بممثلة معروفة وذاك علاش ما يحبش يكشف الحقيقة هل مستعد اليوم هيدي زعيم يكشف لنا الحقيقة نتاع الإشاعات الرائجة إنه هيدي زعيم مرتبط بمروى العقربي شوف والله فما موضوع مثير للجدل محلكم مع بعضكم بين قوسين اي محلها مروى من اجمل وجوه من اجمل وجوه التلفزيون ما نعرفش انا وقت اللي نقف معها نقص من جمال الصوره والا لا لا تزيد باهي اليوم فما موضه نتاع الشباب ما عندهم ما يعملوا يحلك شان يوتيوب يحط تليفون ويبدا يخترع في اخبار انهيار الممثل هذا باكيا بعد درشنو ويعملوا في فيوز لانهم يعملوا عناوين مثيره كيما هكا حليت انا كنا في راس العام سهريه راس العام كنا ملمومين الكل مروى العقربي كانت قاعده على كرسي جيت بحذاها عملنا تصوير هبطت ليله راس السنه خطوبه هيدي زعيم على مروى العقربي وكان متزوج من ابن خالته وتخلى عنها وقريبته حسيت طفله عامله فيلم في ما نحبش نسمي الصفحه باش ما تزيدش يصير لها اشهار اكثر ودرا شنو ومن بعد قعدت شهر وحدها اعلن لكم خبر الطلاق هيدي زعيم مع مروى العقربي علاش؟ لانه الناس كلاو لوجهه قالوا كيفاش تاخذ مروى العقربي وانتم ماكمش راكبين على بعضكم ودرا شنو حسيت حكايات هيدي زعيم هل هو متزوج الان؟ اي عندي بنيه عمرها 8 سنين ان شاء الله ربي يفضل معناتها علاش ما تشوفش بنتي عائلتي امي اخواتي خيار مني انا اخترت باش نكون مشهور وانا نتحمل ساعات اللي ينجم يجي غلط في حقي انا عائلتي ما يلزمهاش تتحمل الحكايه هذه ما نحبش انا امي اليوم تتسب على مواقع التواصل الاجتماعي ما نحبش انا اليوم تصويرتها يقع استغلالها كنت ما تحبش هذا علاش تسال في ضيوفك عليه نساله وقت اللي ضيفي يكون سمح لروحه باش يحكي عليه قبل ما يجيني لو ضيف تصور عائلته ومرته واولاده واخواته نشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي اكيد اذا فتحت الباب ما تلومش عليا باش ندخل انا شو نفس سكر بابك انا نفس سكر بابك نفس الفقره تقريبا بنفس المبدا باش نعملها معاك هذه تصويره نتاع حد من العائله شوفها تحب نعديها ولا ترفض شوف لو حد من العائله تحب نعدي تصويره نتاعو راني هبطت التصويره نتاعو تعتبر بالنسبه لي انا حياتي الخاصه نهار اللي انا نحلها تنجي نحكي عليها في الاعلام واليوم نتحداك لو تقول لي انسان كان يحمي في حياته الخاصه وانا جيت بربشت وراه رغم اللي عندي من المعلومات في الوسط الفني ما يمكن يعمل سكوب على سكوب على سكوب على ميجا سكوب هل مستعد انك تعطيني واحده منهم انا طالبها فقط باجابه نعم او لا هل صحيح انه هادي زعيم تم عرض عليه فلوس مقابل انه يحطم بعض الفنانين ديما 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 اخرها وقتاش اخرها شهر شهرين شهر شهرين تيل عادي راهو عادي في المقابل بربي ياك الفنان ما عادش تجيبه هذاك والله يكسر لنا كرايمنا ياسر وفك علينا منه راهو فنان متعبنا وراهو ساعات تفك عليك منه ما تجيبش الفنان هذا